وجود اليهود خلف كل مؤامرة من المؤامرات، هذا يعني قص الله سبحانه وتعالى علينا ذلك من خلال هذه الآيات. وإن تلاحظ يمكن أكثر من ثلث القرآن يتحدث عن بني إسرائيل، ليس طرفا علميا وإنما من باب أخذ الحيطة والحذر في كيفية الطاعة والتعامل مع هؤلاء الحثلات من البشر، وبالتالي هم الذين ألبوا القبائل العربية على حرب النبي صلى الله عليه وسلم.